جاوبني بالشعر. لنكن صريحين في مسألة الدراسة، كنت أكره الدراسة والدروس وأحب اللعب كثيرا، لكنني واصلت تعليمي فقط كي أحصل كل مساء على رغيف مطلي بالسردينة والهريسة كانت الحكومة تقدمه لأبناء المناطق النائية. لنكن صريحين في مسألة الأناقة، في طفولتي كنت أملك قميصا واحدا وجوربا واحدا وحذاء ممزقا ووحيد، وحلما واحدا هو أنني عندما أكبر سأجفف كل أنهار الدموع. لنكن صريحين في مسألة الشعر، لقد كتبت أول قصيدة شعر في حياتي لسببين اثنين. الأول المشاركة في مسابقة شعرية خارج قرية الريفية ورؤية المدينة لأول مرة، والسبب الثاني والأهم الحصول على الجائزة المالية كي أسدد بعضا من ديون أبي. لنكن صريحين في مسألة الإيمان، هذا الإله أعرفه وأعرف أنه يعرفني وحتما بيننا محبة. هذا الإله، الإله الذي أعول عليه، لم تقدني إليه التفاسير، ليس إله القتل والنفاق والشيوخ الكذبة. الإله الذي أعول عليه لم تقدني إليه التفاسير ولا الأحاديث ولا المذاهب ولا حتى الصدفة. الإله الذي أعول عليه قادتني إليه جدتي، جدتي التي بالكاد تحفظ الفاتحة. الله أحسنت.